الحمل تترك أثراً في كل ما تفعله ويكون توقيعك على أي إنجاز مميز. حاول أن تكون متسامح مع الشريك ولا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه. راهن على هذا اليوم واحلم بإمكانية تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية. الثور قم بنشاط كبير هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء. بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، على الرغم من أنك تعيش تناقضاً كبير بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك. لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين. الجوزاء تمارس سحراً كبيراً وتتمتع بكاريزما وتشع ببريق خاص وتستعيد الثقة بنفسك. تبدو أنانياً بعض الشيء ولا تريد الخير للشريك. لا تفكر في أي مشروع وانتظر الأيام المقبلة حتى تشوف ما ستؤول إليه الأوضاع. حبك المفرط للطعام ممكن يؤدي إلى زيادة في الوزن، فكون حذر. السرطان قد تزعجك الأجواء هذا اليوم ويخيب ظنك يا مولود السرطان، وممكن تبدو مشاكساً بعض الشيء وتصير عكس التيار. تحتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني، أو ممكن تضطر إلى حسم علاقتك بالشريك. الأسد يوم غني بالإيجابيات، عندك فرصة لتسوية كل أمر يزعجك. حاول تكون منطقي في تسوية أمورك، عندك مهمة صعبة واختبار جدي في انتظارك، وفي حال كانت الأمور على ما يرام عليك أن تستعد لحصد ثمار جهودك. العذراء كون حذر يا مولود العذراء من بعض أصحاب النيات المبيتة اللي يسعون للإيقاع بينك وبين أرباب العمل الراضين عن كل ما تقوم به. تستعيد حماستك وتتمتع بسرعة بديهة وقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد. استرخي ولا تكثر من المشاريع والتحركات المهمة، وحاول أن ترتاح قدر المستطاع. الميزان حيوية كبيرة للإقبال على العمل عندك يا مولود الميزان، والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي بدون تقاعس أو تردد. تكون قادر على فرض آرائك وقناعاتك على الشريك ويقنعك بدوره بما يدور في خلده. تستعيد يا مولود الميزان عافيتك ونشاطك بعد فترة من الإرهاق وتتخلص من عوامل الضعف النفسي. العقرب التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك ويشير إلى بعض السلبية حولك، لكن ثمة ما يشير أيضاً إلى جديد آت إليك. تستعيد ذكريات الماضي والقصص القديمة وتصطدم بالشريك، فتلتبس عليك الأمور وتغوص في التفاصيل المزعجة. انتبه لصحتك وصحة بعض المقربين. القوس ضغوط العمل محيطة بك اليوم، وما تعرف من وين تبدي وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك. تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية. المشكلات المتواصلة قد تعكر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية. الجدي تبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات، فحاول أن تكون على قدر من هذه المسؤولية. لا تتهور اليوم في تصرفاتك مع الشريك، بل تقرب منه واسأله عما يحب أن تقوم به معاً. لا تتجاوز الخطوط الحمراء في زيادة الوزن، وابدأ من اليوم بحمية صحية. الدلو لازم يا مولود الدلو تحسن أدائك في العمل، فكل الأنظار موجهة عليك، وقد تواجه بعض العراقيل اللي تشعرك شوية بالارتباك. تنسجم مع الحبيب وتعيشون أجواء عاطفية رائعة ترجموها بتجديد شهر العسل. حاول أيضاً تخصيص وقت يومي للرياضة حتى توفر على نفسك الكثير من المطبات الصحية. الحوت لا تقلق يا مولود الحوت من العمل، فلن تكون وحيد وما رح تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك. تسمح لك الظروف أيضاً بتخطي الكثير من الحواجز اللي أعاقت ملاقاة الحبيب أو المصالحة. يوم مهم للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغض النظر عن مضمونها.